أهلا وسهلا فيكم طلبتنا من الصف الخامس برياض ومدارس جامعة الزرقاء. راح نبدأ الآن بالوحدة الجديدة، وحدة الهندسة، والدرس اللي هو المضلعات. الوحدة كتير بسيطة وسهلة، وإن شاء الله نستمتع وإحنا ندرس فيها. نبدأ مع بعض بتعريف ومفهوم. فالمضلعات حتى نتأكد ونفهم شو هي، هي كل شكل هندسي مغلق ويتكون من عدة أضلاع. إذن يجب أن يتحقق شرطين: أن يكون الشكل مغلق وأن يتكون من عدة أضلاع. ويسمى كل مضلع وفقاً لعدد أضلاعه. كيف يعني؟ كل مضلع يحقق الشرطين: أن يكون شكل هندسي مغلق ويتكون من عدة أضلاع. هذا اللي بنسميه المضلع رح نسميه ثلاثي أو رباعي أو خماسي، سداسي وسباعي، حسب عدد أضلاعه. وبالتالي المضلعات هي كل شكل هندسي شرطه الأول مغلق ويتكون من عدة أضلاع. ومعنى كلمة ضلع أي خط مستقيم، تمام، لا في انحناءات ولا في ميلان. الآن للأمثلة، طلع لي بالأمثلة، هتظهر أمامك بالأمثلة أمامك النجم المدببة أو السهم اللي أمامك أو المثلث المستطيل، والشكل برضو اللي طلع أمامك هلأ بنعلق عليه وبنحكي. بتلاحظ إنه كل هذه الأشكال مشتركة بتحقيق الشرطين اللي هم أشكال مغلقة وأن أضلاعها عبارة عن قطع مستقيمة. شو معنى قطع مستقيمة؟ يعني خط ما في لا انحناءات ولا في ميلان ولا أقواس، كل انتبه حتى في الزوايا كلياتها أضلاع وقطع مستقيمة. فالشكل الأول مثلا رباعي لأنه يحتوي على 4 أضلاع، الشكل الثلاثي مثلث أو ثلاثي لأنه يحتوي على 3 أضلاع. ويسمى كل شكل زي ما احنا حكينا حقق الشرطين أن يكون مضلع مغلق وأضلاعه قطع مستقيمة. النجم الآن لو عدينا أضلاعها بنلاقي ضلع، ضلعين، 3 4 5 6 7 8 9 10، فبنسميها مضلع ذو 10 أضلاع. الشكل اللي بعدين بالآخر طالع عندك ضلع، ضلعين، 3 4 5 6 أضلاع، فهو سداسي. وانتبه للشكل الأخير، لو في ضلعين صغار بالقمة على الأقصى اليمين وعلى الأقصى اليسار، برضو هدول بسميهم أو بعدهم كضلعين، 3 4 5 6، فهو مضلع سداسي. فكل هاي الأمثلة اللي طرحت لك إياها الآن هي أمثلة لمضلعات. إذن جميع هذه الأشكال السابقة هي مضلعات. ننتقل للأشكال اللي راح تظهر أمامك، وانتبه معاي، انتبه لشكل شكل، تلاحظ أنها مشتركة بفكرة أنها جميعها لونها مغلقة، لكن هذا الشكل مثلا فيه دائرة مفرغة من الداخل، لكن أضلاعها أو مش أضلاعها، خطوطها الخارجية، مش كلها لأنه في لها أضلاع، خطوطها الخارجية ليست مستقيمة. في عندك الشكل الأول هو عبارة عن إهليجي أو بيضوي أنتوا بتسموه، الشكل الثاني زي نص دائرة، والثالث بيشبه الرباعي لكن أضلاعه انتبه فيها زي أقواس. فإحنا اتفقنا أن تكون يحقق الشرطين أن يكون الشكل اللي أمامك مغلق وأن تكون أضلاعه قطع مستقيمة. في الشكل اللي في أقصى اليسار طالع عندك، صح أضلاعه ضلع، ضلعين، 3 مستقيمة، لكن الضلع الأخير فيه ميلان، فلم يحقق الشرط كامل. فكل هذه الأشكال اللي ظهرت أمامك هي عبارة عن أشكال، والشكل اللي أضفناه اللي هو المضلعات. ننتقل الآن للسؤال الأول، عين المضلعات من بين الأشكال الآن إجابتك. شو بيحكي هذا السؤال؟ بيحكي هذا السؤال على تطبيق الشرطين، الشرط الأول اللي كان بيحكي عن أضلاع المضلعات هي كل شكل هندسي مغلق وأضلاعه قطع مستقيمة. تأمل قليلا حتى نعرف وين الإجابة الصحيحة في هذه المضلعات كاملة. انتبه معي، الشكل الأول، الشكل الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، يليه السادس، السابع، الثامن، التاسع. أعطيتك فرصة تفكر، نشوف كيف الحلول راح تطلع معنا. لاحظ اللي حوطه في دائرة هو مضلع لأنه جميع أضلاعه قطع مستقيمة، والشكل اللي بجنبه برضه مضلع لأنه صح إنه زي النجمة أو زي شجرة السرو هي، لكن كل أضلاعها قطع مستقيمة. والشكل الأول برضه لو عديت أضلاعه وشفتهم مغلق وأضلاعه قطع مستقيمة. وبالآخر في عندنا كمان شكل حطينا عليه دائرة اللي هو أضلاعه قطع مستقيمة ومغلق. اتفقنا إنه درسنا مقسوم إلى قسمين، تسمى المضلعات بعد تحقيق شرطين مضلعات يجب أن تكون أشكال هندسية مغلقة وأضلاعها قطع مستقيمة، وتسمى المضلعات بعدد أضلاعها
إما ثلاثية رباعية خماسية. بدك تقولي ممكن يكون له 10 أضلاع أو 11 ضلع، بنقول مضلع ذو 10 أضلاع، مضلع ذو 12 ضلعا، وهكذا. وهذا ما سوف نراه في السؤال الثاني من التمارين المسائل من أسئلة الدرس عفوا. اكتب اسم كل مضلع من المضلعات الآتي أسفل منها. أنا رقمت لك إياهم الأشكال بشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن. حلهم مع بعض. الشكل الأول بعد أضلاعه، 1 2 3 4 5 6، فهو سداسي. الشكل الثاني، انتبه معي مع الزوايا اللي عندك على اليمين وعلى اليسار، 1 2 3 4 5 6 7 أضلاع، فهو سباعي. طب في هذا الشكل مين يقول لي شو اسمه؟ بالعموم لو قلت لي هو رباعي، نعم هو شكل رباعي، لكن ممكن أن أسميه أيضا متوازي أضلاع، لأنه يحقق الشرطين، والاسم الخاص خصصناه إحنا بناء على خصائصه، أنه كل ضلعين متقابلين متوازيين، وكل زاويتان متقابلتان متساويتان، أصبح اسمه متوازي أضلاع. نيجي للنجمة، تشبه المثال اللي عرضت لك يا سابقا، لكن كم ضلع لها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن شو بسميها هاي؟ مضلع ذو 8 أضلاع أو ثماني. ننتقل للشكل الخامس. الخامس ممكن تقول لي رباعي أو تقول لي مستطيل، نعم أنت خصصت أكثر. نيجي للشكل السادس. الشكل السادس، عد معي الأضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كيف ممكن أقرأ هذا المضلع؟ بقول مضلع أو أسميه عفوا مضلع ذو 12 ضلعا. الشكل السابع لو عديت أضلاعه، 1 2 3 4 5 6، هو سداسي. والشكل الأخير برضو ممكن أن تقول في العموم اسمه مثلث قائم الزاوية، أو ثلاثي، اسمه ثلاثي في العموم عفوا، وهو مثلث قائم الزاوية. وهذا واضح أمامك بالترتيب، سداسي، سباعي، رباعي أو متوازي أضلاع زي ما حكينا، ثماني، رباعي ومستطيل، أو مضلع ذو 12 ضلع، وقبل الأخير الشكل السابع هو سداسي. وفي النهاية زي ما قلنا عممنا عليه، إما بنقول ثلاثي بشكل عام أو منخصصه بنقول مثلث. أي فكرة الدرس. رح ننتقل الآن حل تمارين المسائل صفحة 107، مبتدئين بالسؤال الأول. ميز المضلع من بين الأشكال الآتي. أمامك شكل، شكلين، 3 4 5 6. بلاحظ أني أنا في المربع واضحت لك هنا أن المضلع هو فقط الشكل الثاني، لأن الأول لو حللناه نجد أنه فيه أقواس. الشكل الثاني نجد أنه مغلق وأضلاعه قطع مستقيمة زي ما إحنا حكينا. الشكل الثالث لاحظ أنه مفتوح وفي أرك، في قوس. والشكل الرابع برضو في عندك صح أضلاع مستقيمة، لكن في عندي قوس. الشكل اللي وراء ليس مغلق، انتبه في هون فتحة، وهون ليس أضلاعه قطع مستقيمة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. أرسم شكلا يمثل الثلاثي والرباعي والخماسي. كيف رح يكون الحل أمامك؟ الرباعي في أكثر من صورة، إما مستطيل، إما معين، إما متوازي أضلاع، أو مربع، اللي أنت تراه مناسباً أرسمه بشكل مرتب وباستخدام الألوان إذا بتحب. أو ممكن يكون ثلاثي زي ما حكينا، ثلاثي أو مثلث قائم الزاوية، أو مثلث الوضع اللي أنت متعارف عليه. والشكل الآخر المطلوب هو الشكل الخماسي، يفضل أن ترسمه بالمسطرة زي ما حكينا بأسلوب مرتب. من استطاع منكم أن يستخدم الألوان فبيكون يعني جميل جدا حله. بعدين للسؤال الثالث، سمي المضلعات الآتية. بما أنه قال لي بالسؤال سمي المضلعات، فهي كلها وجميعها مضلعات حققت الشرطين، أشكال مغلقة وأضلاعها قطع مستقيمة. نبدأ في الترتيب شكل شكل لنذكر اسمه بناء على عدد أضلاعه. فالشكل الأول هو رباعي، والشكل الثاني هو لو عديت الأضلاع فهو خماسي، والشكل الثالث هو رباعي أو مربع، والشكل اللي بعده ثلاثي أو مثلث، الشكل اللي بعده كمان هو خماسي. انتبه إلى هذا الضلع الصغير، لو أنه صغير بس هو ضلع. والشكل اللي بعدين هو سداسي زي ما حكينا فيه بالقاعدة، والقمة فوق زي ضلع صغير بعتبره ضلع، ضلعين، 3 4 5 6. والشكل الأخير هو رباعي، ما قدرت أميزه، لا هو مربع ولا هو مستطيل معين، سميناه بالعموم شكل رباعي. والسؤال عبارة عن تجربة، أنت بدك تقوم
ترتيب القطع الخشبية لتشكيل داخل بشكل منظم لتشكيل مثلث المرسوم فيما يأتي. فإحنا ارتئينا وضعنا أول قطعة بالمايل، وصلنا بين هدول النقطتين أو هاي القطعة الخشبية، والقطعة الثانية برضو وصلناها من الأعلى والقطعة من اليسار، فأصبح الشكل المتكون أمامك أو الشكل المتكون داخل المثلث هو شكل سداسي، لأنه له ست أضلاع اللي باللون الأحمر اللي أنا رسمت لك إياهم، والأضلاع الأصلية من نفس المثلث.